السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سارة صبحي. عاملين ايه؟ فيديو النهاردة عن الصبار. يلا نبدأ الفيديو بسرعة. النهاردة انا هوريكم انا جربت ايه. جربت الصبار. اولا من عشان انا مش هرغي كتير، انا هقولكم الخلاصة بتاعت الصبار. انتي بتروحي للراجل بتلاقي الصبار كصبار على بعضها، فممكن تشتريها هي بتبقى في حدود ب5 جنيه بس، تمام. وبتشيلي الجنبين بتوعهم وبتفتحيها بتلاقي جل جواها، بتشيليها بالمعلقه او بالسكينه وبيبقى جل عباره عن قطع، تمام. مش ده، انا هوريكي ده عمل كده ليه دلوقتي. ثانيا ممكن تشتريه جاهز، انا اشتريته جاهز، كان برطمان كده صغنن، هو الراجل كان مطلعه بنفسه قال لي ب10 جنيه، فانا استسهلت وجبت البرطمان على بعضه وكان فيه كميه حلوه، تمام. الراجل قال لي ايه بقى؟ قال لي تجيبي الجل ده، الجل الصبار ده، وتحطيه يعني في الخلاط. اول حاجه بيضربه في الخلاط فبيعمل رغاوي زي دي، بيبقى عباره عن رغاوي كده، ما تخافوش. انا اول ما حطيته في الخلاط لقيته قلب رغاوي، انا خفت قلت هو عمل رغاوي كده ليه، بس هو طلع في الاخر خالص ان هو بيبقى شكل رغاوي بجد كده، علشان بيبقى فيه قطع منه لزجه كده وميه، فلما لازم نحطه في الخلاط عشان نعملها ميكس مع بعض عشان يبقى نعرف نحطه على شعرنا او على بشرتنا، تمام. اول ما بتعمليه في الخلاط بيبقى بالمنظر الرغاوي ده، خلاص. ده اول حاجه. تاني حاجه بقى، انت بتغسلي شعرك كويس جدا بالصابون، بالشامبو قصدي، علشان ما يبقاش فيه اي زيوت، عشان لازم يتحط على شعر نضيف، تمام، علشان يمتص، عشان الزيت بيقفل الخصر اللي انتوا عارفين. فالمهم انت بتحطي ده على فروه شعرك وبتعمليها حركه دائريه عشان تنشط الدوره الدمويه، وبالفعل بيخش جواها وبيعمل مفعول. ثانيا بتحطيه على شعرك كله على بعضه، تمام، وبعد كده بتعمليه كحكه كده وبتسيبيه 3 4 ساعات 5 ساعات، شوفي انت هتستحملي لحد امتى، بس هو اقل حاجه من 3 4 ساعات، تمام، علشان يعمل مفعول. وبعد كده تغسليه بالميه عادي. ونسيت اقول لكم ان لازم تحط على الشعر ناشف، يعني بعد ما بتغسلي شعرك بتسيبيه ينشف. لو انت مستعجله بقى تحطي المسك بسرعه زي ما انا عملت، انت بتنشفيه بالاستشوار، بالاستشوار ساقع كده، استشوار سخن، علشان ايه ما يجيبكيش صداع، خلاص. بعد ما بتعمليه وبتسيبيه فاض منك شويه قد دول مثلا، اكيد مش هترميه، انت حتى على وشك على طول، وتجيبي بتاعه الماسك، استنى اوريها لكم، اهي هي دي. انت بتجيبي دي وتبدأي بعد ما بتحطي جل الصبار على بشرتك بتعملي حركه دائريه، بتنعم بشرتك جدا، فيعني ايه اللي هيفيد مش هترمي، انت هتحطيه على وشك او على رقبتك، تمام. كده احنا عرفنا بيتعمل ازاي. بيتشال بقى ازاي عشان نحافظ عليه؟ بتحطيه في برطمان بلاستيك زي ده، انا دورت على برطمان بلاستيك حطيته فيه، بتحطيه في الثلاجه لمده اسبوع بيبقى تمام. عايزه اكتر من اسبوع بتحطيه في الفريزر. الراجل قال لي مش هيحصل له اي حاجه، ممكن يقعد لسنه ونص معاكي في الفريزر مش هيحصل له اي حاجه. ممكن بقى لو انت عايزه تحطي عليه زياده، تحطي عليه مثلا معلقتين من اي زيت، زيت زيتون، زيت جوز الهند، اي زيوت عندك خاصه بالشعر تحطيها في الخلطه دي، ما تحطهاش في البرطمان اللي انت هتشيليه ده، تحطيها في الخلطه اللي انت هتستخدميها دلوقتي. بس انا ما بحطش حاجه، ما حطيتش حاجه بصراحه، علشان اشوف المفعول بتاعه لوحده هيبقى عامل ازاي، عشان انا اول مره اجربه، ولما جربته ولقيت بجد عمل معايا مفعول قلت لازم اعمل عنه الفيديو، بس ما نغش فيه كتير علشان ايه نستفاد بسرعه، تمام. هنيجي دلوقتي في نقطه ثانيه، او تركوا ان هو فايدته كبيره، بينعم الشعر وبيمنع التساقط وبيخلي شعرك كثيف، تمام. لو انت شفت في اي كريمات خاصه بالشعر بيبقى الالوفيرا مكتوب عليه اللي هو الصبار اصلا، تبقى هي دي اصلا بيسموها النبته الطبيه المعجزه، يعني حتى في القدماء المصريين هم اللي كانوا اخترعوها وقالوا ان دي نبته معجزه. ليه بقى؟ لان لو انت عندك حروق بسيطه او عندك جروح او عندك مثلا ندبات، لو حطيتيها باستمرار كل يوم تدهني منها من يومين مثلا في اليوم بيشيلها لك، تمام. غير ان هو قلت لكم بينظف البشره وبيرطبها، هو كمان بيبقى عباره عن مرطب. ثالثا اللي هو تحطيه على شعرك فبيغذي شعرك جدا، فهو في كل حاجه، عشان كده مسمينها النبته المعجزه. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. لو انت استفدت من الفيديو ده اعملي لي اشتراك، حاجه طبيعيه طبعا علشان تستفدي باي حاجه جديده، ولو عجبك اعملي لي لايك عشان اعرف الفيديوهات بتاعتي دي بتعجبك ولا لا، اغيرها ولا لا. ويا رب تكوني استفدتي، ويلا باي باي.